من جد تحيتنا لكم أصدقائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بها صبحية محطتنا. هلأ مع ديالة عيتاني معالجة نفسية. اليوم نحن وديالة بدنا نحكي عن الإهمال العاطفي في الزواج، شو هو علاماته خطورته وكيف فينا نتجاوزه. أهلا وسهلا فيك ديالة، صباح الخير، شكرا لوجودك معنا. أول شيء خلينا نعرف هيدا المصطلح، شو يعني الإهمال العاطفي في الزواج؟ تفق كل كوبل بيصير بيمرق بفترة بحس انه الشخص الثاني ما عم بيسمعه كتير، ما عم بينتبه لتفاصيله، ما عم بيقدر يعرف عن جد مشاعره الأساسية، ما عم بيهتم فيه، كل واحد هيك عايش لحاله شوي، صار في برود، صار في هيك جمود، صار في عدم الاهتمام، وصار في نوع من الملل. هيدي مرحلة طبيعية، ولكن بس تزيد عن حدها، بس تصير تمرق لوقت طويل، بس يحس حاله واحد وحيد بالعلاقة، ما حابب يعمل جهد، ما حاسس انه في لهفة للشريك، في حب انه يقضي وقت معه. هون وصلنا للإهمال العاطفي يلي هو يعني سريعا معقول واحد يفوت فيه، ويمكن الاشخاص بقيوا سوا لانه ما طلقوا، ولكن فعليا اذا بتساليهم عن العلاقه ما بتعني لهم شيء، ما بتضيف على حياتهم، بيبعدوا هن، وبتاثر اكيد عليهم، بتاثر على كل شخص لحاله، وبنفس الوقت بتاثر على العلاقه ككل. نعم، ديالا اول ما يكونوا الكوبل مجوزين بتقولي يا لطيف، يعني بتحس العواطف عم بتطير هن وماشيين، ليه بصير هالشيء؟ ليه بصير هالركود؟ ليه بصير هالخمول العاطفي؟ ليه انا بدي احس باهمال عاطفي تجاهك وما تعودي تعني لي وبطل بين لك عن عاطفتي؟ وهل الرجل هو خصو بهيدي القصة أكثر من المرأة ولا اثنيناتهم مثل بعض؟ أول شيء العلاقة بتبلش حلوة، في هرمونات اللي هي عم بتساعد، نتفق هول الكيميكلز والفيلينج إنه أنا في شغف، في باشن، هذه مساعدة الهرمونات اللي هي طبيعية. أول شيء فجأة النيورو ترانسميتر الكيميكلز بالدماغ بينزلوا، وبالتالي هون صار في واحد يحس بالفرق، هون صار وقت الجهد، وهون اللي كتير أشخاص ببطلوا يعملوا جهد، بالعكس بفوتوا بتفاصيل وبطريقة تعبير سلبية بتأثر على الكوبل. يعني وقتها واحد يحس حاله ما بقى كتير عم بيقدر يسمع الشخص، بصير يحس حاله منه موجود، منه من أولويات الشخص الآخر، ليحس انه هو عنده وجود يمكن يعاتب الثاني، انت ما بقى تهتم فيي، ما بقى تفرق معك، انت بعدت عني، وبالتالي هيدا اللوم بدل ما يقرب الشخصين سوا عم بيبعدوا اكثر، عم بحس الشخص الثاني بقله ثقه بحاله، بعدم هيك القدره على انه يخلي الشخص الثاني مبسوط، وبالتالي بيبعد. فاول شيء لو يعرف الواحد انه مزبوط بتكون سهله، اول شيء مزبوط الامور بتكون اقوى، ولكن من بعدها بده يبلش يكون في جهد، جهد انه انا بدي اهتم بحالي اول شيء، لانه انا اذا ماني مرتاح، اذا انا مرق باكتئاب، مرق بضغوطات يوميه، بضيقه اقتصاديه، ماني قادر اهتم بالشخص الاخر، بدي بلش اهتم بحالي، ومن بعدها بدي انتبه، هل انا عم بحكي عن جد مع الشخص الاخر؟ هل عم بساله عن مشاعره؟ عم بحكي عن الامور اللي هو بتعني له؟ ولا فتنا بالامور السطحيه، فتنا بروتينيه، روتين بملل، فتنا حتى بقصه انه انا ما رح اتخانق معه لانه بدي ما حيفيد، يعني حتى في اشخاص اللي لهم كيف كون منيح ما بنتخانق، كمان هذا منه صحي، ما بنتخانق يعني ما بنحكي، يعني ما بنعبر، يعني ما بنشتغل على العلاقه، هون اللقطات كلها منيح، يعني مهمه واحد ينتبه له. أكيد ديالا، مين بيتصرف هذا التصرف أكثر أو بتحسيه عنده أكثر أو بيحكي عنه أكثر، الرجل أو المرأة؟ لأن إحنا دائما بنحس المرأة هيك إذا بدك يعني بتشتكي عن هيدي الحالة أكثر، إنه ما بقى يعيرني أهمية، ما بقى يسمعني كلمة حب، آخر همه أنا. وأوقات بس تقعدي مع الرجل كمان بقول لك زيت شيء، بس بحس المرأة بتعاني، المرأة بتعبر أكثر، خاصة وقت المرأة تكون عم تحكي إنه هي بحاجة للعاطفة للاهتمام، والرجل بتحسيه بيقعد أكثر. يعني اليوم هو الأمور اللي يمكن الرجل يعتبرها أمور بسيطة، أنه وقت يحكوا يكون عن جد يطلعوا ببعض، مش واحد على التيفي واحد على تليفونه، وقت تقول له أنا مضايقة من هالموضوع ما ياخذها انتقاد، بالعكس ياخذها أنه هيدا يعني عم بتعبر هي عن مشاعرها، وعم بتعبر هي لشو بحاجة. اليوم الأمور اللي قصة أنه يفيقوا بنفس الوقت شوي، يكون في هالبونجور، هالآي كونتاكت، هالغمرة قبل ما يروح على شغله، هول الأمور اللي هو بالنسبة له خلص يمكن عادي أو ما مهمة، لا هي مهمة
علاقه لحتى يحكوا سوا. يوم حتى بتشوفيهم بيوروب بيكونوا كبار وماسكين ايدين بعض وعم بيكون في هالحوارات، هون نقول خلص كبرنا على هالامور، بس هيدي الامور هي يلي بتعطي الشغف، هي اللي بتعطي التجديد بالعلاقه، والا بده الشخص يحس حاله منبوذ، بده يحس حاله لحاله، والوحده بالعلاقه كثير صعبه. بتحسيهم انه هن بقيوا لانه ما في، لانه ما تركوا، لكن فعليا مع بعض هن كل واحد عايش عالمه لحاله، كل واحد هيك صار بعيد عن الثاني. الرجل يمكن يبعد ب انه ما يعبر، ولكن المراه بتصير بتعبر شوي بعصبيه، بتعبر بلوم اكثر، بانتقاد الرجل، وهون لانه في هالحوار الغير ايجابي والغير فعال ببعده اكثر. تيالا وين بتروح العاطفه؟ يعني احنا دائما بنسال طيب هالعواطف كلها بتتبخر وين بتروح؟ هل الروتين هو مقبره العواطف؟ هل لانه انا عم بشوف هيدا الشخص كل يوم كل يوم كل يوم وعم بحكي معه زهقت منه؟ طيب ما هيدي العاطفه كان موجوده وانا تعلقت فيه بامور ثانيه مش بس الحب، وين راحت هالعاطفه كلها؟ هلا مع الوقت اذا واحد ما اهتم فيها مزبوط بتروح، وفي امرار بتتحول لاهتمام اكثر، لاحترام، لمساعده. فانا بدي انتبه عن جد وين عم بتروح، هل بطل في اهتمام عاطفي لانه الامور صرنا ننتبه اكثر على الاشياء اللي بتضايقنا؟ يعني نفس الشغله يمكن اللي انا حبيناها اول شيء بتصير بتضايقنا بعدين. هل نحن مركزين على النقاط السلبيه بالشخص الاخر؟ هل صار في اهمال لانه مرق شخص بظروف صعبه وبالتالي بيعد، يعني هالوذدرول انه هو انعزل لحاله، هيدا اللي سبب انه ما في كوميونيكيشن، ما في تعاطف؟ هل خلينا الضغوطات اليوميه والستريس اليومي يأثر على العلاقة وبالتالي صار الحديث يا انتقاد يا سخرية يا هيك إهمال أو أمور سطحية أو حتى ما في حديث أبدا، أو حتى توقعنا أنه يمكن هذا الشيء يعني طبيعي. يوم شخص بتسألي كيف هالعلاقة بتقلك عادي، طب بس ما هيدي العادة كلمة خطيرة، أو تعودنا، أو مثل غير يوم، أو خلص أنه لا ما خلص اليوم وقت أنا يكون ببالي فكرة أنه خلص أو عادي أو تعودت أو أنا ما بستحق علاقة أحسن، أو أنه مع الوقت هيك حتصير الأمور، أنا بدي وقف، بدي يمكن روح عند كوبل ثيرابيست، بدي أقول أنا مشاكلي بدي أرجع لقي طريقة جدد فيها إذا حابب. هون النقطة اللي بنرجع لها، هل الكوبل وقفوا وقالوا في شيء خطأ وأنا بدي صلح العلاقة، أو واحد بدينايل والتاني ما فرقانة معه، والتالت يعني بتحسين أمرار عايشين حياتهم لحالهم بدون ما ياخدوا قرار أنه يشتغلوا على العلاقة، وهون خطورته 100%. ديالا بتشوفي البيت يلي فيه بداخله هيدا الكوبل يلي عنده هيدا الحالة للأسف، يعني هو عم بحيش حياته لحال مصاحب، وهي عايشه حياتها لحال ومصاحبه، وبعدهم عايشين بذات البيت، وبتساليهم كيف العلاقه بيقولوا لك بتجنن ما بنتخانق، مثل هي كانه القصه انه المهم انا ما كل يوم اعمل مشكل. طيب علاقتكم انتم وين؟ خلص ما كل واحد راضي بالثاني مثل ما هو، مكفيين العلاقه. ما هي المشكله؟ انه طيب هي لاي متى؟ هل تدوم؟ هل تدوم؟ شو أهمية العلاقة؟ ما معنى العلاقة للشخصين؟ اليوم هون لنرجع شوي تفسير العلاقة، أهمية العلاقة عند الشخص، وهن شو أولوياتهم. إذا هدف الشخص أنه هو الحرية المطلقة وما يفكر بالتاني، هيدي صارت أمور هو يعني ببطر عن جد حابب يشتغل على العلاقة. ولكن إذا عن جد واحد انتبه أنه هل يا ترى في أشياء بقدر أنا صلحها بهالعلاقة، بقدر اشتغل عليها، بقدر غيرها شوي، هل أنا بقدر أعبر أكثر، عندي هالمساحة أنه أعبر عن مشاعري، عن احتياجاتي بدون ما الشخص الثاني ينتقدني أو ما يسمعني أو ما ينتبه لي؟ هل بقدر أعمل أمور بسيطة إذا يمكن بيعجبها، لأنه أنا تذكرتها بهدية، تذكرتها بمسج حلو، خبرتها أنه يمكن هو بالنسبة له خلص ما صار عادي، صار يوميات بنحكي عن المسؤوليات، بس ما لقى هول الأمور يلي بتحسس الشخص بقيمته، بأنه هو أولوية عند الشخص الثاني، بأنه عن جد هالعلاقة ضافت على حياة الشخص، وإلا بيقولوا لك أنه ما فرقانة معي. طب ما هيدا كمان ما فرقانة معي نقطة خطرة، معناتها أنه هن باقيين سوا شكليا ولكن ما في علاقة إيجابية، علاقة متينة. بعدين العلاقة الصحيحة هي اللي بتطلع الحلو الشخص الثاني، يلي بتخليه يكبر عن جد، يكبر يعني قيمته تكبر، ثقته بنفسه، طموحاته، نظرته للامور، يحس حاله واحد عنده شغف انه حتى هو يتطور.
بينما العلاقة اللي ما بتزيد على الشخص، العلاقة اللي بيكون فيها أهمال، ما بينتبه لتفاصيل أبدا، ما بينتبه لهي شو بحاجة، هي ما بتنتبه أنه هو مضايق بمرحلة معينة، ما بتنتبه أنه فيها هي تعمل يمكن أفرت أكتر، يعملوا مشروع معين. اليوم كل واحد عاش بطريقة أنه مش بس بعده صارت الاهتمامات مختلفة، اللايف ستايل يمكن مزبوط. هي تحب تظهر، هو صار عم يبقى بالبيت، هي بتحب السبور، هو عم بيكون مع رفقاته. هو الاختلافات باللايف ستايل، بنمط الحياة، بالأمور اليومية اللي واحد بيعملها، وحتى الأشياء اللي خلص واحد بيقول أنه يمكن كنا نمسك إيدين بعض خلص تزوجنا، أو كنا نطلع نبتسم خلص. طب ما هو الكلمات قد ايه بيأذوا، والعادات قد ايه بيضروا العلاقه. 100%. ديالا، هي العلاقه بتنفرط لانه دخل شخص على الخط تاني او ثالث، يعني هي لان اعجبت او حبت شخص اخر، او هو اعجب وحب امراه اخرى، ولا لا هي بس تنفرط العلاقه داخل البيت الزوجي، هي بتطلع لرجل اخر يعود لها هالعاطفه، وهو بيطلع على امراه اخرى تعود له يمكن هالاهتمام وهالحنان. تافه. هلا الخيانة عبارة عن، بنرجع بنحكي فيه موضوع كامل وعله عدة أسباب وأمرار، بتقولي بالنهاية الخيانة قرار، إنه هل واحد حب يبعد بهالطريقة أو لا، حب يواجه ويقول شو اللي مضايقه، ويقول إنه أمرار يمكن هون الطلاق هو المناسب، إنه واحد يقول منا مناسبين لبعض. ولكن أنتن بيقولها، هل حاول شخص، هل جرب، هل رجع ركز على الامور الايجابيه بالعلاقه، او لا حابب هي بس اول فتره اللي هي بس فيها شغف وبعدين بطلوا اصدقاء، بطلوا يقضوا وقت سوا. فاذا فيها تكون اهمال من الشخص الثاني، فيها تكون عجز انه واحد حس حاله ما بقى قادر يعمل شيء بهالعلاقه، فيها تكون عدم تقبل الشخص، فيها تكون حتى نفور، انه نفر من الشخص، وفيها تكون فكره انه هو عنده توقعات غير موجوده بتبلش اول شيء، ولكن ما قدر أقلم شوي توقعاته. المهم هو يقول، هل أنا هل بعد بهالطريقة اللي بتأذي الشخص، بتأذي العلاقة، بتأذي الكل، هل هي حتى من قيمي وأخلاقي ومبادئي ولا لا؟ يعني هون كمان بدنا نرجع نشوف على شو الشخص هو عم بيرتكز حتى يقدر ياخد قرارات بحياته. 100%. ديالا، خلينا نوصل للعلاج، كيف منتابع، كيف منعالج؟ حضرتك معالجة نفسية، هل بتشوفي كوبل بيجي بيقلك ديالا بدنا حل، ولا بتشوفي المرأة واحدة بتجي بتقلك عم بيصير معي هيك، ولا الرجل بيقلك خبريني كيف بدي أتعامل مع مرتي؟ كيف كمان بتتم بطريقة العلاج؟ في أهمية الكوبل ثيرابي، خاصة هلا صرنا نشوفها أكثر بكندا ويوروب، كانت مبينة قبل، يعني كان حتى في أهمية الكوبل ثيرابي قبل الزواج، بعد سنة من الزواج، بعد 7 سنين، وبعد ما الولاد يتركوا البيت، لأنه بيعرفوا أنه صار في كتير تغيرات وفروقات، وبيصير في يعني راحة الانهماك بالولاد وهن صاروا لحالهم. صح. فمهم يرجعوا يشوفوا شوي كيف نقدر نشتغل على أنه نبني الحوار الإيجابي، كيف نقدر نعزز ثقتنا بحالنا ونهتم بالشخص الآخر، كيف نقدر نحن يكون عنا، يعني نحن سبب سعادتنا، ولكن هالعلاقة بعد هذا من الامور اللي عم تعطيني ايجابيه وسعاده وطمانينه بحياتي. لهون الفكره انه يمكن امرار بتجي المراه اكثر، لانه بحس الرجل انه انا ما رح اروح احكي عن مشاكلي، بينما فعليا هن ليقدروا يتعاملوا اثنيناتهم لازم اثنين يكونوا عند المعالج النفسي، لازم كل شخص يحكي بشو يعني مضايق، شو الاشياء اللي زعجته. يمكن المسج عم يوصل بطريقه مختلفه، فيها هي تقول له مثلا انت ما عم تهتم فيي، هو بدل ما يعمل جهد يشوف كيف بيقدر يهتم فيها، عم بيبعد، عم بحسها انتقاد. يمكن هو بيقول ايه ما هي بتضلها مشغوله بالاولاد، هي ما عم بتشوفها كانه هو ما عم بيقدر هالشيء فيها، بينما هو فعليا عم بجرب يقول لها انه تعي نرجع نفكر كيف نحن فينا نتقرب من بعض. وجهات النظر اللي هي، هل يمكن حدا برايه انه اكيد الحب بيزول والعاده هي والروتين هو الامر الطبيعي، وبالتالي ما بيجرب يغير شيء، بينما يمكن هي فعليا تكون مآمنه بالحب والشغف والمشاعر. فهول الفكره انه وين كل واحد على اي موجه، وين مبادئه، وين عن جد الامور اللي حابب يوصل لها،
هل هن بيقدروا يكونوا رفقة صحيح؟ يعني يشاركوا مشاعر، يشاركوا التفاصيل اليومية، يشاركوا الأحاسيس، هل هن حابين يكون عندهم أهداف سوا أو لا؟ هن تخلوا عن العلاقة أو بنظرهم صار في روتين، صار في ملل، بنرجع للكلمة اللي بتأذي، منيح ما عم نتخانق بس صارت العلاقة عادي، وهيدي خطورتها هون. سؤالي الأخير لك ديالا، مين أصعب، الرجل او المراه انك تقنعيه؟ بس اكيد اذا كان الكوبل سوا اكيد اسهل بكثير، بس لنعتبر رجل لحاله اجى لعندك او امراه، مين الاصعب انك تقنعيه يرجع يرمم العلاقه؟ يلي ما اخذ قرار انه يتغير، واللي ما اخذ قرار انه يعطي جهد، واللي ما مآمن بنفسه او بالعلاقه، كثير صعب انك تغيري، بس الشخص اللي بيجي بيقول لك انا بدي اشتغل على حالي وعلى العلاقه، مآمن انه فينا نكفي رغم كل الظروف والبرود والاهمال، عنده هالوعي والذكاء العاطفي بيقدر يتغير وبيقدر يكون عنده علاقه كثير حلوه. كلمه اخيره شو بتحب تقول لكل الكوبليت يلي هلا للاسف هن كتار عم بيتعرضوا لهيدي الحاله وعم بيعيشوها سوا بدون احاسيس بدون عواطف وكل واحد عايش لحاله؟ هل عن جد هيدي الحياه الزوجيه اللي انتم بدكم اياها، او صار وقت تفكروا وتقولوا انا ما بقبل بالاهمال العاطفي، ما بقبل بهالطلاق العاطفي، وصار وقت انه ارجع انتبه، يا بنتبه على العلاقه بنتبه على حالي برجع بجدد، او ما هي العلاقه الزوجيه اللي عن جد الواحد بيستاهله؟ ديالا عيتاني معالجه نفسيه، شكرا كثير لحضورك معنا. شكرا، ميرسي كثير. موضوع بالغ الاهميه، الاهمال العاطفي تحت سقف واحد، وقد ايه صعبه وقد ايه بيعينوا منا كوبليت، منيح انه في اشخاص مثلكم بتقدروا تتابعوا وبتقدروا توصلوا الكوبل الى بر الامان. اهلا وسهلا فيك ديالا. اصدقائنا المشاهدين، نحن هلا بنروح الى فسحه اعلانيه وبعدها بنتابع. Thank you.